سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آية 88. آية 88 سورة سيدنا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه يعني على سيدنا يوسف قالوا يا أيها العزيز، نادوه بوظيفته، والعزيز هو رئيس الوزارة أو الوزير أو شيء من هذا. مسنا وأهلنا الضر، لأن طبعا أبوهم في كمال الحزن لفقدانه ثلاثة من أولاده. وجئنا ببضاعة مزجاة، لأنه كان زمان بيعملوا إيه، بدل تجاري، يعني هياخدوا قمح من العزيز يدوله بداله مقابل له دراهم، أو يدوله بداله مثلا فاكهة، أو يدوله بداله مثلا حيوان أو حمار أو أي حاجة، يعني اسمها مقايضة. فالبضاعة دي اسمها بضاعة مزجاة. مزجاة يعني إيه؟ يعني خليط، مخلطة، مش هندي لك يعني ايه حاجة نوع واحد، يعني ذكر بط على فرخة على حمار على مش عارف ايه، يعني يديله ياخد بدلهم قمح. يبقى البضاعة المزجاة اللي هي البضاعة المخلطة، يعني فيها الايه الرديء وفيها الجيد وفيها المتوسط. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق، يعني تجاوز عن البضاعة الرديئة بتاعتنا دي ودينا برضو الكيل بتاعنا وافي. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، بأن تتجاوز عن رداءة بضاعتنا المقابلة لهذا. إن الله يجزي المتصدقين. وممكن تقول الآية دي وانت بتزور النبي، تقول له يا أيها العزيز جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لطيفة، سمعتها أحد الأولياء كان بيزور النبي جنبي، لقيته بيقولها فأنا لقطتها منه، يعني فهي من اللطائف، لطيفة، اقتباس حلو من القرآن، يعني اقتباس لطيف. ها البضاعة أعمالك، أعمالك تعبانة، أعمالك مزجاة، شوية قطاعات شوية معاصي شوية عك شوية كده، ادي البضاعة اللي انت بتقابل بيها النبي. ما انت هتقابل النبي ايه؟ ببضاعة مزجاة، وهو عزنا فيه، مش كده؟ يا ايها العزيز وهو عزنا فيه. فهي لطيفة، يعني من اللطائف اللي ايه اللي انا سمعتها. انا احب في زيارة النبي اتصنت للعلماء اللي هم ايه بيبقوا ايه بيزوروا بيقولوا ايه، احب انا ايه اسمع، مش عشان اعترض، عشان اتعلم. لكن اللي واقفين الحراس هناك بيسمعوا يتصنتوا عشان يعترضوا. ففي فرق بين الوهابيه وبين غير الوهابيه. مسنا واهلنا الضر، لان شفت انت ابوهم طبعا في حزن شديد وكاد يفقد بصره من شده الحزن والبكاء وكبر السن ونحوله البدن وكل الحاجات دي، طبعا بقوا ايه في نكد، يعني كانوا عايشين في نكد. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. تفضل يا سيدي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لما لقاهم بقى في كرب شديد بقى قال بقى ما فيش داعي إن احنا إيه نفضل إيه يعني نطول المسألة. عايز يعرفهم بنفسه بقى علشان ايه يجيبوا له ابوه بقى بعد ما، لانه رق لما ايه عرف ان هم في ضر شديد وابوهم في هذا الضر والحزن رق لهم. فقال لهم بقى ايه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ فضل يا سيدي. قالوا انك لانت يوسف. تاني تاني. قالوا
إنك لأنت يوسف. أيوة. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا أإنك لأنت يوسف، يبقى دليل الكلمة دي إن هم كانوا بيشبهوا عليه بقالهم مدة بس مش قادرين، يعني كل ما يجي في ذهنهم إنه ممكن يبقى يوسف يقول لا مش معقول، حتى لو يوسف قال لي يبقى عزيز مصر ده، يعني مش متصورين، لكن كلهم قالوا كده بمجرد إن قال لهم يعني عملتوا إيه في يوسف وأخوه؟ قالوا يبقى إيه أنت يوسف. فهمت؟ دليل ان هم قعدوا الفترة اللي فاتت دي كلها قاعدين يعني ايه؟ يعني حاسين انه له علاقة ما. فهمت؟ فقالوا لدرجة ان قراءة ابن كثير وابو جعفر ما فيهاش فيها ايه؟ همزة الاستفهام. قالوا انك لانت يوسف. دي قراءة ايه؟ ابن كثير وقراءة ابو جعفر. ما فيهاش فيها همزة الاستفهام. انك؟ لا، انك لانت يوسف. واخد بالك؟ يعني دليل ان هم ايه؟ عرفوه، اظهر وبان عليك الامان. فهمت ازاي؟ قال انا يوسف وهذا اخي. هل بقى الخطاب ده تم بالعبرانيه ولا كان بمترجم؟ يحتمل انه تم لان كانت لغتهم غير لغه اهل مصر. فهمت؟ فلغه اهل مصر لغه القبط. وكانوا العبرانية دي لغة ايه؟ سيدنا ابراهيم واولاده لما عبر من العراق الى الشام تكلم العبرانية، فسميت العبرانية عشان كده، لانه ايه؟ تكلم بلسان جديد، لان النمرود كان بيطرده بعد ما نجا من النار، فالنمرود بيطرده، فربنا سبحانه وتعالى لما عبر النار انطقه بلغة جديدة عشان الناس كمان ما تعرفوش اخفاء لحاله. فهمت؟ فكان تكلم العبرانية، فبقى أولاد سيدنا إبراهيم بيتكلموا إيه؟ العبرانية، ما عدا سيدنا إسماعيل لأنه سابه هناك في جزيرة العرب عند البيت الكريم فتكلم العربية. فيبقى دول كانوا عبرانيين ودول اتكلم عربية، وسيدنا يوسف لما اتربى في مصر اتكلم القبطية. فهمت؟ يعني كأنها كلية الألسن. ها؟ ولا بيتكلموا كل الألسنة بقى. لو يوسف يعني دخل مصر واخواته تآمروا عليه وكان بلغ من العمر التمييز يبقى بيعرف اللغتين. هيبقى ايه؟ يعرف اللغتين. فمحتمل يكون كلمهم بلغتهم على طول بغير مترجم، لكن اول لقاءات كان بيكرمهم بالمترجم علشان ايه؟ ما يحسسهمش ان هو يوسف. فيبدو ان هو بعد ذلك لما قالوا لانك انت يوسف راح قلب لسانه على طول فكلمهم بلغتهم على طول. فهمت؟ فكلمهم بالعبرانية على لغته. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء وصلا ووقفا عند قنبل عن ابن كثير. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى كل إنسان متقي صابر ربنا مش هيضيع أجره. دي قواعد كده، علاقة يعني زي ما تقول إيه؟ سنن إلهية. سنن إلهية لا تتغير. أي إنسان يطيع ربه وصابر على قضاء الله لابد ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. إن لم يكرمه حتى في الدنيا هيكرمه في الآخرة. يكفي انه اكرمه في الدنيا بالصبر مع التقوى، دي في حد ذاتها توفيق من الله. يلا يا سيدي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. نعم، اعترفوا بقى. احنا كنا عايزين نتخلص منك لكن ده انت طلعت احسن واحد فينا. لقد آثرك الله علينا. تالله برضو القسم، بيقسموا بالله تالله والله، كل دي حروف قسم. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الاعتراف بالذنب
أول طريق للتوبة الاعتراف بالذنب. يلا يا سيدي. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب يعني لا لوم عليكم اليوم. يبقى لما يجي حد يعترف بخطأه ليك ما تقعدش تلومه، تقول له انت تقول فيا كذا وقلت، وبعدين تكرر الكلام اللي اتقال وزعلك تقوم تزعل تاني. طب ما ينفعش بقى، هو جاي يعتذر، فانسى اللي قاله بقى. يبقى لا لوم ولا عتاب، والنبي ما كانش يحب يلوم ولا يعاتب، كان يعرض ويشيح عما لا يعجبه صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تلومش. ياما ناس بيبقوا ناويين يستلحوا، وباول ما يقعدوا قعده عتاب تنتهي بخناقه اشد من الاولانيه. بتحصل ولا لا؟ فما فيش عتاب. تيجي مثلا عايز تصلح بين زوجه وزوجته وهي غضبانه منه بقى لها شهر، ما تروحش بقى انت كده تقول طب احكي لي عمل فيك ايه، والتاني طب احكي لي عملت فيك ايه، ويقعدوا يحكوا في الاخر يطلقوا بعض في الاخر. ما ينفعش. تبتدي من اول وجديد، ابتدوا صفحه جديده. طب انا هقول لك ما تقوليش، تانية طب ما تقوليش، هنبتدي صفحه جديده. في 5 دقايق تصلح بينهم وتنك ماشي. انما بقى تقعد تلوم وتفتح باب اللوم، ان شاء الله هات معاك المأذون ويتم الطلاق ومع السلامه، مش هيبقى في صلح. يبقى تملي اللوم والعتاب يؤدي الى ايه؟ القطيعه في الغالب كده. عشان كده شوف تعلمناه من كلام سيدنا يوسف، وسيدنا رسول الله عمل كده مع اهل مكه، قال لهم لا تثريب عليكم اليوم لما فتح مكه. قال لا تثريب يعني لا عتاب ولا لوم عليكم اليوم، لأن اليوم يوم مغفرة ويوم صلح، فما فيش داعي إن احنا بقى إيه نقعد نتلاوم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني وسامحهم هو، وهو أرحم الراحمين. قراءتان وهو بتسكين الهاء. يلا يا سيدي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. نعم، اذهبوا بقميصي هذا. يبقى ايه؟ اداهم القميص اللي هو لابسه على ايه؟ على اللحم بتاعه، لأنه كل ما التصق ببدن الصالح كل ما كان له فيه بركة. وطبعا سيدنا يوسف ده نبي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه يعني، حتى لما ماتت ستنا زينب بنته أشعرها يعني إيه في الكفن بشعاره، يعني خلع شعاره اللي هو إيه القميص اللي لابسه على شعره، على شعر بدنه، يسموه الشعار اللي احنا نسميه الوقت الغيار الداخلي، لانه يلصق ايه بشعار البدن، فيسموه الشعار لانه يلتصق بشعر البدن. فالقميص برضو بتاع سيدنا يوسف كان ملتصق بشعر بدنه، يسموه الشعار. فقال لهم طب خدوا بقى هذا القميص والقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، ربنا سبحانه وتعالى هيشفيه من ضعف البصر بسبب كبر السن وكثره البكاء. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وفي هذه الآية دليل التبرك بآثار الصالحين. في دليل إيه؟ التبرك بآثار الصالحين، حتى ولو الصالح غير موجود. لأنه سيدنا يوسف راح بالقميص ولا بعت القميص مع مرسال؟ بعت القميص مع مرسال. يبقى يجوز التبرك بآثار الصالحين. لو كان واحد من اخوة يوسف وهابي ما كانش خد القميص، لكن الوهابية ما كانوش لسه اتولدوا الحمد لله، فخدوا القميص ومشوا، عشان كده مشيت الحكاية. لكن لو واحد بقى وهابي كان واقف لهم في المسألة، قول له شرك ايه ده، نعوذ بالله نعوذ بالله منهم، واخد بالك. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، لأنه هو العلاقة بين أثر الصالحين والنتيجة هي علاقة الدواء بالشفاء، سبب، علاقة سببية مش علاقة فاعلة، علاقة سبب بس.
فهمت؟ هو الدواء هو اللي بيسبب، هو الذي يفعل الشفاء، ولا هو سبب من أسباب الشفاء؟ وهل السبب فاعل ولا السبب ده تعبدي بس؟ ربنا يخلق الشفاء عند تناوله، يخلق الشفاء عند تناوله، وبالتالي احنا مطلوب اننا نتسبب، ناخد الأسباب. ومن ضمن أسباب هذه الأشياء هو التبرك بآثار الصالحين. خدت بالك؟ ادي كل الحكاية. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يلا يا سيدي. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير، مجرد أن العير ابتدت تتحرك من مصر وهو قاعد في فلسطين. شفت بقى الأنبياء بقى مكشوف عليهم الحجاب. قال أنا شامم رائحة يوسف، كأنه شامم ريحة القميص. إيه ده؟ اللي جاي له. ده الأنبياء بقى لهم أحوال مع الله. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، يعني إيه؟ يعني بشاير يوسف. ريح يوسف هنا معنى إيه؟ بشاير يوسف. بشاير حلوة أو بشارة يعني طيبة عن يوسف. لولا أن تفندون، لولا تقولوا ده راجل كبر وخرف. تفندون يعني إيه؟ هتقولوا ده راجل كبر بقى وخرف. واخد بالك إزاي؟ وقراءة يعقوب يثبت الياء. لولا تفندوني، لولا أن تفندوني، بإثبات الياء وصلا ووقفا. ده يعقوب الحضرمي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفل عن ذكره الغافلون.